المرأة المصرية، المرأة المصرية دايما لما نيجي نتكلم عنها حط تحتها كده 100 خط. المرأة المصرية دورها واضح ودورها مؤثر جدا في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر عبر عصور. الحقيقة من قبل يعني في عصور ما قبل التاريخ، ونسمع عن يعني الفراعنة وقد إيه كانت المرأة المصرية يعني قائدة ومؤثرة في المجتمع بشكل كبير جدا. مش المرأة بيتم اختزال دورها في البيت وفي النظافة وفي لأ، المرأة المصرية مؤثرة دائما من أول الفراعنة، وإحنا يمكن من أول شعوب العالم اللي كان للمرأة دور قوي ومؤثر في الحياة. نشوف حتى في آخر 50 سنة أو آخر 60 سنة فاتوا، سواء في 52 أو في يعني في 73 في 36 آخر ثورة، دور المرأة دور واضح ودور مؤثر. حتى في الانتخابات، أي انتخابات بنلاقي المرأة في الطابور علامة مميزة ومؤثرة الحقيقة في أي حراك سياسي. نتكلم عن دور المرأة المصرية في الحراك السياسي، لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفتي اللي بتشرفني، الدكتورة منى محمود حسن، سفير المرأة العربية بمحافظة القاهرة. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك، منورانا. أهلا بيك صباح الخير. أنا قلت لك قبل الهوا حضرتك كان أسألك يعني إيه سفير المرأة العربية بمحافظة القاهرة، عشان بس نبقى موضحين للناس. هو بس انتمائي أنا، لأن أنا دوري على طول أو انشغالي أو أعمالي أو دراستي بتبقى تابعة للمرأة والمجتمع والأسرة والطفل. أي. فانضميت لإحدى المنظمات المصرية، فالحمد لله تكرمت يعني وترشحت لدرجة سفير محافظة القاهرة بالذات. تمام. يعني لأن حضرتك عارف إن إحنا بنشتغل على مستوى جمهورية مصر العربية. تمام. فبالنسبة للقاهرة، بالنسبة للموقع الاستراتيجي أو بالنسبة للمناخي. أيوة. ومن ناحية تانية بالنسبة لنشاطي والمرأة بالذات. تمام، أهلا بحضرتك. أهلاً منورانا. ونتكلم عن الدور التاريخي للمرأة من أول الفراعنة لحد دلوقتي، لو حضرتك عايزة تكلمين عن الدور التاريخي للمرأة المصرية تقولين إيه؟ وأنا أحب أضيف إن إحنا لو اتكلمنا على تاريخ المرأة المصرية والعربية، ونقول المصرية بالذات زي ما حضرتك قلت 1000 خط، مش 100 خط. نتكلم عن المرأة المصرية. فإحنا طبعا هنحتاج عدة حلقات نتكلم فيها، بس إحنا هنختصر الموضوع. يعني هنقول من قام الفراعنة، المصريات طبعا الفرعونيات حتشبسوت والملكة كليوباترا، وكان ليهم برضو تاريخ، وكان ليهم موضع معين، وكان ليهم تدقيق أو تخصص في حاجات معينة. حضرتك إحنا لغاية دلوقتي لسه بنفك الرموز والشفرة وبنشوف الذوق والفن. فهو كان بالنسبة للمرأة كانت متخصصة، غير انها بتقف في حكايه الحرب برضو وايام الجنود، وكانت بتقف تعد وتجهز بنفسها العده والادوات بتاعه الجنود لما يجوا يقوموا بالحرب. لا، دي كانت بتدخل في حته الفن. حضرتك كنت عارف الكحل، وكان لازم يهتموا بالحنه والكحل والزواء والفن والذوق الرفيع اللي احنا بناخده دلوقتي لما بنشوف اي تابلو او اي لوحه فرعونيه. فكان ليهم يد في كذا، وكان بيجهزوا وصفات لكذا، اختيار الالوان واختيار الوقت المناسب، حتى في الفن بتاع الذوق بتاع اللبس الفرعوني، الفصوص اللي كانت بتتحط، الالوان. فاشتهرت ساعتها المراه المصريه برضو، غير وقفتها التاريخيه المراه الفرعونيه بالذوق والفن والرسم. ساعتها حضرتك بقول لك لغايه دلوقتي لو بصينا في لوحه، شوف حضرتك الفن، هتلاقي يد المراه المصريه فيها. تمام. لو جينا نتكلم عن شخصيات مصريه مؤثره في المجتمع وكان ليها الدور البطولي والتاريخي، مين من الشخصيات ممكن نذكر ونقول؟ هنبدا بقى ان احنا نخش اللي هي فتره الحرب، اللي هي المراه المصريه، اللي هي ابتداء مثلا من العدوان الثلاثي نكسه 67، وبعدين انتصارات حرب 73. طبعا لا ننكر دور للأستاذة صفية زغلول والأستاذة هدى شعراوي، دول من أكتر أو من أبرز الشخصيات اللي كانوا دايما بيحرصوا أن يعملوا كيان للمرأة المصرية أو وضع للمرأة المصرية، يتعرف يعني إيه المرأة ومجهوداتها، وكانوا دايما بيعدوها للتثقيف وبينادوا طبعا بالتعليم ساعتها، لأن حضرتك كنت عارف ساعتها أثناء التعليم كان في بسيط قوي من اللي بيخلي بناته تتعلم أو حاجة زي كده. فلا ننسى دورهم في إعداد المرأة في كيانها بالنسبة للمرأة المصرية، وعلى مستوى برضو
المرأة العربية، لأن كانوا بيجيبوا لهم كتيبات وكانوا بيحاولوا إن يعملوا زي مناطق زي مكتبات مصغرة إن هم يخشوا الثقافه ويقروا فيها ويعرفوا. برضو بالنسبة للحرب إن هم يكون لهم دور للحرب، لأن يعني أنا قرأت إن برضو كانوا مجتهدين في حتة إن يعدوا المرأة للحرب وإن يعودوها تدريبات مسك السلاح إزاي. وكان ساعتها لو حضرتك تتذكر اللي هي موضوع الجبهة، كان دورهم في الجبهة الداخلية وكان دورهم زي ما يكون دور المخابرات اللي احنا عارفينها حاليا، يعني ان هم بيخرجوا على الحدود او للجبهة ويجيبوا كل ما يحتاجوا الجنود المصرية او كل ما يحتاجوا العساكر او الناس المتطوعة وياخدوا الحاجات دي ويرجعوا بيهم لأماكنهم. برضو عملية تطوعهم في الهلال الأحمر، عملية تدربهم إن هم يبقوا يراعوا المصابين ويراعوا يعملوا حملات اللي هي تبرعات بالدم، كانوا برضو بيقوموا بالحاجات دي. وبعدين حضرتك عارف المرأة السنوية بالذات عانت من كده، والمرأة اللي هي كانت تابعة للي هي مدن القناة اللي كان فيها الحرب مشتعلة، تمام، فكان ليها دور فعال جدا في حتة ان هي بيتبرعوا اصلا بالدم، بيروحوا اصلا يعالجوا او يساعدوا في علاج المصابين. كان في عدة مستشفيات ما كانش بيبقى فيها مثلا اكتر من 20 دكتور 40 ممرضة، فهم كانوا بيساعدوا وكانوا بيتمرنوا لحاجة زي كده. وعايز اقول قبل ما يساعدوا قبل ما يتمرنوا هم كانوا اصلا بيعدوا رجالتهم، سواء الرجل اللي هو عائل المنزل او الابن، ان هو يبقى البطل والشهيد بالدعم النفسي، البطل والشهيد بالدعم النفسي، انت تقدر، احنا بلدنا حرارة. وكانت يمكن لا نفرط في بلدنا، لا نفرط في شبرا، كان يعني كان في اهداف ليهم كده، وكان في حاجه زرعاهم المواطنه حب الوطن. أيوة. كانت بتزرعها سواء في ابنها او في زوجها، هي اللي ساعدت لكده. تمام، ده ما قبل 73. طب اسمحي لي انا اذكر كمان من يعني امراه ليها كان دور مؤثر الحقيقه في الاعداد للحرب، ويمكن البعض مننا يقول الاسم كده في نطاق تاني خالص، ام كلثوم. ام كلثوم كان ليها دور مؤثر كبير جدا في الاعداد للحرب وتجميع الاموال من اجل الجندي المصري ومن اجل الجيش المصري، وعمل حفلات في كتير جدا من الدول وتجميع اموال من اجل شراء الاسلحه للجيش المصري. وهذه كانت امراه عظيمه عبر التاريخ، ام كلثوم. وفي برضو من المشاهير ويمكن البعض ما يعرفوش، يمكن كوكب الشرق السيده ام كلثوم رحمها الله معروفه، يعني في كتير عارفينها، انما في بعض فنانات برضو، تحيه كاريوكا وفي مديحه يسري، كان ليهم برضو دور في التجمع ده، ان هم برضو بيجمعوا سواء من الممثلين او من الفنانين بعض الاموال عشان موضوع المجهود الحربي برضو والتبرعات. وكانت الاسر الفقيره بتتبرع بحاجات تانية، يعني كان بعض اللي برضو مشهوره في سيده فلاحه اسمها فطوم، مشهوره برضو ان كان كل اللي تمتلكه 20 دجاجه في منزلها تبرعت بيه للمجهود الحربي. وبعض الاسر الفقيره الحاجات اللي في منزلهم، مخزون اللي في المنزل سواء ارز قمح دقيق شعير اي حاجه تنفع، لدرجه الاطفال كمان. ما ده يخليني اقول لحضرتك، يمكن في وقت النكسه وفي وقت الحرب وفي وقت الثوره دايما بنلاقي المراه المصريه عندها رادار مميز جدا، ان هي تشعر وبتحس بالامور وازاي تتعامل معاها، بتشوف ازاي ايه اللي بيخلي المراه المصريه متصدره المشهد في كل ما يخص حال البلد، في نكسه، في حرب، في ثوره، في انتصار، في هزيمه، المرأة المصرية لا واخدة خطوات لقدام. المرأة المصرية رغم ان هي مشهورة او الله خلقها اصلا سيدة ناعمة حساسة المشاعر، الا حضرتك زي ما بتقول في الازمات وفي الحروب بتبقى بتتخلى عن هذه المشاعر او هذه احاسيسها، وبتكون زي الجندي المناضل والجندي المقاتل. لسبب المرأة دايما بتنتمي لحب الاستقرار، استقرار في بيتها، استقرار في مجتمعها، بيتها ومجتمعها ده وطنها، فدايما عايزة وطنها مستقل، دايما عايزة مستقر، دايما عايزة آمن، دايما عايزة تحس شعور بالأمن والأمان ليها ولأبنائها. وزي ما قلت لحضرتك إن هي كفاية إنها بتساعد في غرز حب الوطن والمواطنة في الأبناء اللي هي بتطلعها.
ده بلدي، ده وطني، ما نفرطش في شبر ارضنا وما نفرطش في ترابنا، ده تاريخ. وبعدين فعلا بنلاقي تاريخ زي ما بنقول كده، يعني احنا بنلاقي اسماء بتبقى نموذج لينا بعد كده، نماذج مشرفه. وحتى الابناء لما بتطلع وبيحس ان والده شارك في معركه او في حرب او بقى شهيد او بقى مصاب او بقى معاق، هو كمان بيطلع عايز يدافع. طلع مع حضرتك الاسره ليها اساس كبير قوي في المجتمع. انا لما احس ان اسرتي بتحب بلدي، بتحب وطني، انا هطلع نفس القصه واكتر كمان. وبعدين حضرتك بتقول بتعاني في الحرب، لا ده ما بعد الحرب، يعني هي اثناء الحرب كانت بتعاني ظروف صحيه ونفسيه واجتماعيه وسياحيا وثقافيا وكل حاجه. ما بعد الحرب الاسره اللي بيبقى الشهيد خلاص ماشي بنتباهى، في اسر اصلا كانت يعني بتتلقى خبر الشهاده ده بالزغاريط، ما بتعيطش، ما بتقولش حاجه، تقول انا زوجه البطل او انا ام البطل، وما بتاخدش عزاء. طيب اللي بيبقى مصاب او اللي بيطلع جريح او اللي بيطلع بعاهة بعد كده بيبقى ليها دور اكتر من المقاتل في الميدان. ليه؟ لانها هي بتكرس بعد كده حياتها لمتابعته لشفائه، بتبقى الزوجة والصديقة والصحبة وكل حاجة عشان تعوضه ما فقده. تمام. إذا قلنا في العمل السياسي كعمل سياسي بقى بشكل احترافي من خلال الأحزاب، أو العمل السياسي من خلال الوزارات أو الهيئات المختلفة، دور المرأة المصرية في 30-40 سنة اللي فاتت حضرتك بتشوفي إزاي؟ أنا بشوف إن هو طبعا دور مهم وفعال جدا، وزي ما قلنا المرأة أنا ما بعتبرش إن هي نص المجتمع، لا أنا بعتبر المجتمع كله، لأن هي اللي بتنشأ النص التاني، أو هي اللي بتكون السبب في إعداد النص الآخر اللي هو الرجل، سواء مع الزوج أو مع الابن. تمام. فهو طبعا احنا شفنا فيه حراك سياسي زاد قوي الفترة الأخيرة زي ما حضرتك قلت خلال الكام سنة الأخيرة، وان المرأة دايما بتحب ان هي تقوم بدورها وتظهر على أكمل وجه. والمرأة فعلا لما بتحب او تعد شيء بتحب توصل لقمة النجاح، هي دي المرأة المصرية، بتحب دايما تنجح وبتحب دايما الصعوبات، يعني عارف لو حضرتك حاجة سهلة أو تجربة سهلة بالنسبة لها، لا هي بتحب تخوض. وبعدين بحكم المجتمع دلوقتي إن سمح للمرأة غير الأول، في حرية دلوقتي، في المرأة دخلت في جميع المجالات، جميع المجالات الاجتماعية وثقافيا، بقت وزيرة، بقت مأذونة، بقت سفيرة. اسمحي لي أبدل كمان من فكرة إن هي دخلت في جميع المجالات إلى فكرة إن هي أثبتت نجاحها في جميع المجالات. ما أنا بقول لحضرتك هي لازم بتوصل للنجاح، ولو بتوصل للنجاح عايزة القمة كمان. بس حضرتك أشرت يعني موضوع جميل قوي، دور الأحزاب ودور الجمعيات برضو الأهلية والمجتمع المدني، هو فعلا في دور كبير جدا عليهم، ودور هام وشاق، ودور لازم يتواجد في المجتمع. بس في بعض الأحزاب نشطة جدا من ناحية المرأة، يعني مدية المرأة كيانها ومدياها وضعها ومدياها فكرها، ان مثلا المرأة عايزة تعمل توعية، عايزة تعمل تدريب، عايزة تثقف سيدات تانية سواء متعلمة او مش متعلمة، عايزة تنزل الجامعات تشوف شابات الجامعات برضو افكارها ايه، لان هو ده المجتمع، هو ده مجتمعنا، الموظفة وربة البيت والشابة اللي في الجامعة. وفي أحزاب يدوب يعني اسمح لي بيجوا بس على الآخر تايتل معين أو اسم معين، ما بيدوش المرأة الحراك. بس المرأة لما بتلاقي فرصتها سواء في حزب أو في جمعية أو في مؤسسة أو في هيئة أو زي ما قلنا لحضرتك حتى في هيكل وظيفي، وبتثبت وجودها وبتسعى لكده، بتبقى عايزة الأكتر والمزيد. وطبعا كلنا بنفتخر ان احنا في مجتمع مصري وشرقي، ورغم كده الحمد لله لنا ادوار قيمه سواء من قديم الازل او حتى حاليا. احنا عايزين نتكلم برضو عن مصر كبلد والهويه المصريه، اللي اعتقد انا من وجهه نظر ان هي بتختلف عن الهويه العربيه. احنا لينا طابع خاص ولينا شكل خاص حتى في نظرتنا للمراه المصريه. بالظبط. بتشوف ازاي ان
يعني احنا كدولة بنقدم المرأة في كتير من المجالات حتى على نطاق الدولي. يعني احنا نعيش هذه الأيام فرصة انتظار ترشيحات اليونسكو والاختيار الأخير دكتورة أو سفيرة مشيرة إسماعيل مشيرة خطاب مرشحة عن مصر. ونشوف النهاردة الدول العربية بتسحب مرشحينها من أجل دعم مشيرة خطاب، ودولة بأكملها بوزارة خارجية برئيسها بكل التحركات بتسعى لأن تكون مشيرة خطاب سفير أو سفيرة مشيرة خطاب مدير عام اليونسكو في الفترة اللي جاية. كلنا طبعا نفتخر بكده ونفتخر أن سيادة السفيرة مشيرة خطاب مرأة مصرية في الآخر. تمام. وكلنا برضو في حتة تنشيط بالنسبة للمرأة المصرية هذا العام، خاصة لما سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع وكلم برضو في مؤتمر وقال عام 2017 عام المرأة المصرية. فكل طبعا عايز يثبت وجوده، وزي ما قلت لحضرتك كلنا بنسعى لفكرة أو لعمل أو لجهد كله يثبت وجوده فيه. طبعاً. المرأة المصرية بتختلف عن أي مرأة تانية، وبرضو بنفتخر زي ما حضرتك برضو أشرت مرأة شرقية لينا انطباعاتنا لينا عاداتنا لينا أوضاعنا، وما بنرضاش بأي حاجة تشبه هذه الصورة. يعني حضرتك طبعا بتختلف المرأة المصرية عن اليابانية عن الأوروبية عن الألمانية، فإحنا بنفتخر بكده. بل هم بدأوا كمان يعني يغرزوا أنفسهم في وسطنا، وحضرتك شفت فيه ناس كتير قوي بتيجي وبتحب تعرف انطباعات المرأة وإيه أخلاقيتها وإيه سلوكها حتى لو في بيتها أو في تفكيرها أو في ثقافتها. ليه؟ بينبثقوا مننا بعض الأفكار. الحقيقة احنا بأشعر يعني بالفخر كبلد، رغم ان احنا عندنا مشاكل اقتصادية وناس فقراء، احنا فقراء يعني مش زي الدول العربية. مش بلد ما عندهاش مشاكل اقتصادية لكن حاليا، لكن السعودية مثلا دلوقتي يعني فرح في العالم كله ان السعودية هتدي رخصة نسائية، تدي رخصة للمرأة المصرية. بالزبط. احنا عندنا المرأة بتسوق العربية بقى لها 100 سنة من سنة 20. بالظبط. عندنا حرية بس عندنا برضو التزام. يعني جايز برضو للمرأة السعودية يعني قافلين عليها المجتمع السعودي طبعا. على اساس ان المجتمع ديني طب ما احنا برضو عندنا مجتمع ديني واحنا بنلتزم برضو بحاجات كتير. فده فخر المرأة المصرية ان هي برضو عندها الحرية زي ما حضرتك قلت من قديم الازل برضو. بس انا بقول لحضرتك بحكم دراستي ان حاليا بعض الدول العربية وكان قبلها برضو سبقت بعض الدول الأوروبية إن هي نازلة تعمل دراسة لفكر المرأة المصرية أو لنشأة المرأة المصرية في المجتمع المصري. سواء كان طبعا المجتمع بيختلف وبيختلف في حاجات كتير قوي، بس في حاجات ثوابت عندنا، عندنا عاداتنا ثوابت، عندنا ديننا ثوابت، عقيدتنا ثوابت، فطبعا ده بيختلف عندهم في حاجات كتير قوي. بس عندنا ايضا امور سلبيه كتيره ما ينفعش نحط راسنا في الرمل وما نتكلمش عنها. ان احنا كتير بنختزل دور المراه سواء في السينما في الفن في الكلام ما بيننا وما بين بعضينا بعيد عن الكاميرات وبعيد عن التلفزيون، في فكره التحرش. أيوة. فكرة أعيدها في البيت المرأة للغسيل والطبخ، فكرة أن ما يعني تلبس إيه وتاكل إيه وتشرب إيه وبشكلها عامل إزاي، أعتقد دي إهانة للمرأة. بس هقول لحضرتك حاجة، مهما كان في سلبيات الحمد لله احنا برضو احسن من مجتمعات كتير. وحضرتك شفت لما الفترة الاخيرة دي وحضرتك اعلامي وعارف الموضوع اللي رج الدنيا ورج المجتمع الشرقي كله والمصري كله اللي هو الحفل ليه اللي اتعمل والكلام ده، كان رد فعل ايه مننا كلنا ومن المرأة قبل الرجل رافضين حاجة زي كده يبقى في المجتمع الشرقي المصري. فدي بالنسبة لنا دي بقى من السلبيات. لا احنا بنرفض مش كأمور. أيوة. لها علاقة بالدين، ده ليها علاقة كمان بثوابتنا العقائدية وديننا وتربيتنا وصولنا. طبعا اي وضع شاذ، لكن انا بتكلم على ازاي الثقافة اللي حضرتك بتتكلم. ما ينفعش ثقافة ان اجي انا اقول المرأة دلوقتي وكان في عهد ما سنة ربنا لا يعودها كانوا عايزين يرجعوا المرأة للبيت والبنت تتزوج من 9 سنوات. ما ينفع حضرتك، انا قلت لحضرتك المرأة بقت نموذج
نموذج المخرجة والكاتبة والمؤلفة والصحفية والسفيرة والمأذونة. وحضرتك لسه بنتكلم ان هو السفيرة المرأة في كل شيء يعني بتبقى ناجحة جدا. احنا اللي بيقودنا دلوقتي وبيحرك الدنيا في البرنامج مرأة في مخرجتنا الجميلة. عند حضرتك معدة والمعدة مرأة يعني احنا والمصورة والمصورة يعني كلهم نجحوا في كل المجالات. لكن انا كمان عايز اسأل حضرتك ازاي الثقافة اللي حضرتك بتتكلمي فيها والدور الواعي للمرأة في المجتمع اللي احنا ممكن نتكلم فيه على الشاشات وبنتكلم فيه في الاعداد الثقافية او في المجتمعات الراقية في مصر. لا انا هسأل سؤالي حضرتك ازاي يوصل لي للعشوائيات ما يبصش للمرأة ان هي شيء ان هي بس لبسها وعكسها واقول لها ويتحرش بيها ويسوقين التوك توك. ازاي الثقافة دي توصل للناس كلها لعامة الشعب ان المرأة دي حاجة كبيرة يعني. المجتمع والدولة والمسؤولين اللي مسؤولين بحاجة زي كده مهمة لسبب. لما أنا أوعي طالبة الجامعة في البنود اللي حضرتك بتقول عليها دي وأفهمها التحرش والدفاع عن النفس ولا للعنف ولا نبذ كذا للإرهاب وده وده هطلع فئة مثقفة اللي هي الجامعة الأساسية. كذلك المدارس، من مسؤول في المدارس؟ مثلا التعليم. من مسؤول مثلا الدولة؟ لما أنا كل شوية مثلا الدولة تعمل زي ما بتعمل منح مثلا مجانية وكده، دورات تدريبية، دورات توعية، أنقي نماذج معينة من المرأة يكون قادر إن هو الأول يتدرب وياخد الدورة دي أو يتفهم أو يسأل أو يستفسر وبعد كده هو يدرب المجموعة اللي بعديه أو الجيل اللي بعديه. عارف حضرتك لو كل واحد فينا عمل التسلسل ده أو التدريج ده، إن أنا يعني منى في قبلها في ناس تعلمها وبعد كده منى تعلم الجيل اللي تحتها والجيل اللي تحتها، هنطلع كلنا متكاتفين في حاجة معينة، لا هنتعرض لتحرش ولا هنتعرض. هتكلم في حاجة تاني، مش شرط عشوائيات في التحرش، بدليل اللي احنا بنلاقي ساعات عشوائيات ناس مثقفة وناس متعلمة وناس من الأوائل. حضرتك عندك أوائل الثانوية العامة برضو في ناس طالعة من عشوائيات تمام، وكرمها الوزير وكرمها الرئيس وكرموها كل من مسؤول في البلد. هي التربية هي أساس الأول. موضوع التحرش أو موضوع السلبيات أو الشواذ أو كل ما ننفره إحنا في المجتمع المصري أو المرأة المصرية بالذات بتنفره، يعني أنا مثلا ابني لما يقعد على النت لازم برضو بتابع قاعد على إيه، أما بصك فيه خلاص بأخرج واقفل القطة عليه خلاص، أنا واثقة ابني بتعامل إزاي. هي زي ما بقول لحضرتك العادات والتقاليد والتربية والأساس. طالما أنا عملت ده في أسرتي الصغيرة وهعمله في أسرتي الكبيرة المجتمع مش هلاقي الحالات دي ومش هبص. حضرتك بتقول سواق التوك توك مثلا، مش كله، هو للأسف بيبقى بعض بس بيرتكبوا سلبيات أو أسلوب مش حلو يعني في مجتمعنا بيعم على الكل. أيوة. لأن أنا بنزل، أنا حضرتك عارف أنا مجتمع مدني برضو ومرأة في وسط الناس وفي وسط الشباب والكلام ده، في سواق توك توك بحكم ظروفه أني مش لاقي شغل يركب توك توك زي سواق التاكسي الاول. لا انا بتكلم، ما اقصد بسواق توك توك اللي هو اللي هو بنشوفهم كتير، اللي هو ماشي يتحرش بالبنات، دول بقى ماشي مين؟ يشتم ماشي دول بقى اللي ما لقاش زي ما بقول لحضرتك كده اسره، اب راعى، وام قالت، مدرسه برضو وجهت، ده اللي ما لقاش الكلام ده كله. ده اللي والده مسافر او والده بعد عن والدته او هي بحكم ظروفها بتشتغل وسايباه، عارف بقى دوت زامل ده صاحب ده وصل للمرحله اللي هو فيها او وصل للسلوك ده. انما مش انما بقى حضرتك هتقول لي اسره ملتزمه، اب محافظ، ام مثقفه، اولاد نفتخر بيهم، مش هنلاقي السلبيات اللي حضرتك بتقول عليها. تمام. المراه المصريه في البرلمان، في الحكومه، في كل المواقع المؤثرة في البلد، بتشوفي هل ده يكفي ولا المرأة المصرية تنتظر إلى مزيد؟ لا أنا بقول طول ما المرأة المصرية بالذات، وإحنا قلنا المرأة المصرية لها قامة ومقامة وشامخة وبتحب دايما تنجح بجد، ولما بتوصل لقمة معينة ما بتقفش، يعني ما بتقفش أعمالها أو ما بتستكفاش بهذا المنصب، بتبقى عايزة أعلى. عايزة أقول لكل مرأة مصرية شايفة نفسك قادرة تدي ولسه في طاقة بتحب بلدك وتحب مجتمعك وعايزة
هتطلعي جيل بصرف النظر عن الشهرة أو عن الاسم أو أي حاجة. أنا طبيعي لما هنجح هلاقي اسمي جيل وحده، أنا طبيعي لما أعمل حاجة في بلدي وفي مجتمعي وفي وطني ويعني في بلدي اللي بحبها حتى لو مت هلاقي اسمي جه بعد كده في التاريخ. فأنا عايزة أقول كل اللي جواكي من نجاح، من قمة، من أمور سليمة، من تربية طلعي تنشأي جيل كويس، جيل يفيد بلده، جيل مزروع فيه المواطنة وحب الوطن وحب العمل الخيري وحب الناس لبعضها والأدب والأخلاق والتسامح والمحبة اللي تلاقينا إحنا لقيناها ولقيناها في مجتمعنا. ادي على قد ما تقدري وجزائك عند الله أولا، وبعد كده المجتمع أكيد هيقدر. بتشوفي زي إمتى نوصل لمجتمع ناضج، مجتمع ينظر للمرأة كعنصر فعال بعيد عن النظرة الدنيوية للمرأة؟ أيوة. إزاي نوصل لكده وإحنا نشوف بعض الشعوب البسيطة والفقيرة كمان وصلت لهذه النظرة المتوازنة والنظرة السوية للمرأة، وإحنا للأسف رغم أن إحنا شعب يعني ليه حضارة وليه تاريخ، لكن لازال نظرتنا للمرأة هي نظرة دنيئة ونظرة ضعيفة جدا. أنا بتكلم في عموم الشعب، أنا مش حابب دايما أتكلم في كلام كبير، لكن ما نحطش رأسنا في الرمل ونتكلم على المشاكل اللي بتقابلنا. إزاي نوصل؟ إمتى نوصل للنظرة؟ نوصل بحاجتين، التعليم والثقافة لبلدنا، تنمية المجتمع نفسه، تنمية المجتمع نفسه على أسلوب سليم، جميع الهيئات والمؤسسات اللي في الدولة والجمعيات الخيرية والأحزاب، أي مجال يكون مفتوح، هيئة، مؤسسة، لازم هؤلاء كلهم يتكتفوا للنجاح لهذه النظرية اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هي النظرة للمرأة، المرأة الشامخة. وإحنا على فكرة برضو يعني إحنا عندنا نماذج كتير قوي وبتطلع برا مصر وبتتكرم. صحيح. وفي الرياضة حضرتك برضو لو تابعت طبعا. عندنا شابات وعندنا طبعا. سيدات. حضرتك شفت نموذج السيدة العجوز السباحة دي مصرية؟ مصرية. لا ما شفتهاش. وسبعين سنة. لا ما شفتهاش. لا حضرتك تاب، عندنا نماذج بقى يعني بنفتخر ان دي مصرية لما بيطلعوا خارج مصر وتيجي مثلا معاها بطولة، معاها ذهبية، معاها برونزية، معاها سواء في الرياضة او في الثقافة. برضو مجال الثقافة مش وحش، يعني بنلاقي فنانات كتير وبنلاقي عاملة معارض برة ولوحات جميلة وفي الاخر بتتكرم انها مصرية في جميع المجال. فاحنا بنفتخر بحاجة زي كده. بس احنا بنقول المجتمع السليم دايما بيطلع على نشأة سليمة. زي ما بنقول مثال صغير، الأسرة السليمة بتطلع في مجتمع سليم. تمام. فهو ده اللي احنا بنقول، كلنا نتكاتف، كلنا نتعاون، نبص نفتخر اللي احنا مصريين. مصر المرحلة الأخيرة دي خدت برضو أوضاع ما كناش نحلم بيها. أي. والحمد لله ان احنا برضو بقى اسم مصر في كل حتة. صحيح. بقى علم مصر في كل دولة. تمام. ودايما تمام. المرأة المصرية سباقة، ودايما المرأة المصرية حاضرة في كل مكان طبعا. ومؤثرة في كل مكان طبعا. توضع فيه كل مسؤولية تحمل على عاتقها، شرقية وليها عاداتها وتقاليدها. أنا بشكر جدا دكتورة منى محمود حسن. لا. سفير المرأة العربية بمحافظة القاهرة، نورتينا وصباح النور. صباح النور، أهلا بيك. ومشاهدينا لسه معاكم ولسه معانا فقرات أخرى في صباح النور، لكن بعد فاصل.